ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أثارت صور تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وتظهر رجلا بكمامة ويحمل عبوة كبيرة لتنظيف الأيدي سخطا كبيرا على اعتبار أن الفعل مهين للرجل ويسائل شركة أرامكو النفطية السعودية التي يعمل بها المعني بالأمر، خاصة أنها التقطت بمقرها وكتب على العبوة بالإنجليزية هاند سانيتايزر، وذلك في دعوة للعاملين في الشركة والزائرين لتعقيم أيديهم، وذلك كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، إلا أن هذا الإجراء قوبل بالرفض ووصفه غالبية المعلقين بأنه تصرف مشين ومهين لكرامة الإنسان. ومن جهتها ردت شركة أرامكو في بيان نشرته عبر تويتر عن استيائها الشديد من التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة. وأوضحت عملاقة النفط السعودي أنها قامت على الفور بوقف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل. ويذكر أن المملكة السعودية سجلت إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 21 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.